المرافق. نحب نقول شيء، هو أنه يعترضون مواطنين في الشارع، وساعات يقدم لك نصائح، نصائح خاصة ونصائح عامة، ساعات يقول لك تجد في حالة من الغضب مش باهيلك، لكن تجد في حالة تستفزك بطريقة، وأن الغضب يصبح حالة طبيعية. اليوم يتقدم لنواب الشعب اللي هم متكلمين باسم الشعب باش يصوتوا على زوز قروض المبلغ متاعهم 1400 مليار من المليمات، واللي يقولوه هو أنه باش يتم التصويت، باش يتم التصويت إيجابا مع هذا القرض، باش يتم التصويت معاه، لأنه اللجنة بطبيعة التركيبة متاعها اللي هي فيها أغلبية مع الحكومة، وبطبيعة المجلس اللي عنده أغلبية مع الحكومة باش يصوت مع هذا القرض المهزلة. هذا قرض معمول على أساس بون دو كوموند، يلزم يعرفوا التوانسة إيش قاعد يقع في هذا المجلس الموقر بين الظفرين، لأنه اليوم قاعدين يلحقوا على التوانسة، لأنه اليوم ونحن في شهر ديسمبر نستقبلوا في 17 ديسمبر و14 جافي، في عود نستقبلوه بالفرح، في عود نستقبلوه بأنه تكون عندنا ذكرى نحيي فيها كرامة شعبنا وانتصار شعبنا على الاستبداد. اليوم يجي 17 ديسمبر بالشهداء اللي كان مسؤول عليها العديد من الأطراف اللي اليوم موجودة، وموجودة في امتلاء في كل الساحات. اليوم نستقبل 17 ديسمبر 14 جافي بمزيد من الارتهال بلادنا، نستقبل 17 ديسمبر 14 جافي بمزيد من تفكير الشعب. شكون باش يخلصهم هذوما 1400 مليون من المليمات؟ شكون باش يخلصهم؟ باش يخلصوا الشعب، باش يخلصوا الكادحين، باش يخلصوا الموظفين، باش يخلصوا الحرفيين، باش يخلصوا الفلاحين المتوسطين والفقراء، هذوما هما اللي باش يخلصوه. باش يقولوا لنا غدوة راه فما ضغط جبائي معناها منخفض، يلزمنا نزيدوا فيه شوية، شكون باش يتحملوا؟ غدوة باش تجيب ضرائب تلوى الضرائب، وباش يقول لك ما عندناش حلول غير الاقتراض. هذه مهزلة. 15 نوفمبر الحكومة عملت الاتفاقية، 15 نوفمبر باش تسد ثقب في الميزانية. هذا قرض استهلاك، ما هوش قرض استثمار، ما عنده حتى علاقة بخلق الثروة في تونس. وماشيين وماشيين يلي تقولوا نحبوا الشعب، وماشيين يلي تقولوا نحن مع الفقراء، وماشيين يلي تقولوا نحبوا صرح البلاد، وين ماشي أغلبية حاكمة ويتحبوا تهز البلاد. اتقوا الله، اتقوا الله في بلادكم وشعبكم، اتقوا الله في بلادكم وشعبكم اللي تفكروا فيه كل يوم. وين القوانين اللي قلتوا باش نحسنوا بها وضعية الشعب والمعطلين على العمل والفئات المهمشة والجهات المهمشة؟ واللي شفنا قانون المنافسة اللي هو لأصحاب الشركات، شفنا قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص اللي هو للخاص، شفنا قبل خصيصة المؤسسات العمومية اللي كانت مساهمتها في موارد الدولة كبيرة، كما قاعد توا يقع بيع اتصالات تونس. هذه المؤسسات اللي هي مؤسسات مدرة للثروة قاعد يتم التفويت فيها، كما يقع في التفويت في المؤسسات اللي تمت مصادرتها. اليوم بلادنا مفتوحة على أنها تتباع على مرأة ومسمع من هذا الشعب. وهنا كيف كيف نوجه كلامي للشعب هذا، يا شعب تونسي لازم تحمل مسؤوليتك، شعب تونسي لازم تحمل مسؤوليتك، لأنه إذا صبرنا على بن علي وصبر شعب تونس بالقمح والاضطهاد 23 سنة، ما يلزموش يصبر أكثر على أن يتم تجويعه ويتم تركيعه ويتم تهميشه أكثر من أي وقت مضى. اليوم التحدي مرفوع على شعب تونس وعلى الطبقات المضطهدة والمحرومة، لأنه القاعد يقع اليوم هو قاعد يقع ضحك على ذقون التوانسة.
يجيبوا لنا كرز في 1400 مليون دينار في جمعتين باش يتم التصويت عليه بدون ادنى دراسه جدوى او دراسه مردوديه او دراسه معناها الفيزابيليتي. ما فما حد شيء. كروج جاي بوند كوموند. هذه حكومه وهذه اغلبيه وهذا مجلس. هذا مش كما معناها باش ما نستفزوش. معناها لا يقطع مع القديم، يتواصل مع القديم. هذا كما الحكومة، لأنه اليوم إذا لقوا قروض من هذا القبيل ما هي إلا قروض مزيد من ارتهان تونس، ومزيد من أنه تثقل كاهل التونسيين، ومزيد من التجويع دا تواسة، ومزيد من تعميم البؤس والشقاء، ومزيد من زرع الفقر. هذا اللي قاعد ياكل تواسة بفضل هذه الأغلبية الجديدة اللي وعدت تواسة في برامجها بالخير والطمأنينة والرفاه. هاي باش تقعد فيكم، تقعد فيكم ب 1400 مليون من المليمات اللي هي باش تمشي قروض استهلاك ما عندهاش حتى علاقة بقروض الاستثمار. ومش هذا بركة، فما قرابة 2700 مليار اللي وقع في امتلاكها من طرف صندوق النقد الدولي، واللي مقابلها برامج لم نرى منها قانونا واحد في صالح هذا الشعب. يا شعب تونس، يا شعب تونس، انتم وحدكم عنا عام من عمل المجلس نواب الشعب. اعطيونا قانون في صالح المعطلين العمل، اعطيونا قانون في صالح الجهات الداخلية، اعطيونا قانون في صالح العائلات الموزة، اعطيونا قانون في صالح الحرفيين، اعطيونا قانون في صالح التكسيستية، اعطيونا قانون في صالح النقل الريفي، اعطيونا قانون في صالح التلامذة، اعطيونا قانون في صالح الطلبة، اعطيونا قانون في صالح الكادحين والمظلومين، اعطيونا قانون في صالح الفلاحين الفقراء والمتوسطين. ما فما حد شيء. فما قوانين من اجل خدمة الرأسمال الاجنبي، فما قوانين اللي تفتح تونس للنهب والاستبداد، اللي فما قوانين اللي تفتح تونس لمزيد من اغراقها. وما يساوموناش، ما يساوموناش، ما يساوموناش بالارهاب مقابل الجوع اللي قاعد اليوم ياكا يجوع في شعب تونس. وقال شنية؟ قال نقاوم الارهاب، نقاوم الارهاب. ونحن نقول لكم مره اخرى وعاونوا على النفع، وباش يكون واضح عندكم، الجبهة الشعبية مستعدة بمناضلاتها ومناضلين يقدموا أرواحهم من أجل تونس ونتوحوا. وأنا موجي الرحوي وكل مناضلي الجبهة الشعبية مناضلين ومتوحين من أجل القتال، من أجل هذا الوطن، ضد داعش وضد تعب عليه. لكن فهمتي لك كيف ما ترحلوناش، ما ترحلوناش. والإرهاب مستعدين لقاوموه، وشعب تونس مستعد يقاوموه. ورينا بواسل الأمن الوطني، ورينا بواسل الحرس الوطني، ورينا بواسل جيشنا، ورينا الراعي، ورينا أبناء شعبنا اللي قاعدين يموتوا. هم أبناء شعبنا الفقراء. شكون قاعد يموت؟ قاعدين يموتوا في الأرياف أبناء شعبنا المضطهدين، هم قاعدين يموتوا. هي حرب اجتماعية قاعد يدفع فيها معناها الضريبة هم أبناء الشعب الكادحين المضطهدين. ولذلك مرة أخرى للأغلبية نقولوه، كفى زيفا وخداعا لهذا الشعب، وأن نصوت ضد هذا القانون المهزلة.